نرجع مع حضراتكم مره تانية مستمرين في متابعه فرحه مصر النهارده بفوزنا الكبير والغالي على منتخب المغرب بهدف مقابل لا شيء وتاهلنا للدور نصف النهائي. نقرا مع حضراتكم تعليقات جمهورنا النهارده واللي سالناهم مين افضل لاعب في لقاء مصر والمغرب. مصطفى سعيد حلوه بيقول مجموعه مصر ومجموعه الكاميرون في قبل النهائي، الحمد لله مبروك لمصر وان شاء الله نلاقي الكاميرون في النهائي وان شاء الله نقابل الكاميرون في النهائي. الفريق كله تعب وأدت بفولت عالي وأضعنا أكتر من هدف في تكتيك عالي جدا، كوبر هو رجل المباراة. عصام البقلي بصراحة لعيبة كلهم رجالة بس رجل المباراة عصام الحضري، والله مصر ما هجيب حارس زيه وأكتر واحد هنزل عليه فعلا أنه يعتزل، والله يا حضري تستاهل أنك تشيل الكاس بإذن الله. محمد زين الدين عصام الحضري تقريبا كانوا بيتدربوا عليه بتوع المغرب، فالراجل الله يبارك له شال فوق طاقته. احمد انا بيقول افضل خمس لعيبه في الماتش عصام الحضري بالترتيب، احمد فتحي كهربا محمد صلاح حجازي وجبر مصطفى. علي جبر من ناحيه الدفاع، الخط الوسط انا برفع القبعه لطارق، والهجوم كهربا الفولت. هيثم ابو الشهله بيقول طارق حامد من احسن اللعيبه، اداء رجولي وما بيخافش ويمكن هو اكتر واحد اتضرب وتعامل عليه فاولات. محمود جابر عبد الله وصلاح كانوا عاملين شغل جامد جدا بس المفروض كهربا كان نزل مكان مروان. علي الجوكر وجهة نظري متواضعة التي لها كل الاحترام والتقدير. ماشي علي انت متواضع جدا، نجم المباراة هو نجم الزمالك ومنتخب مصر طارق حامد، انا اهلاوي بس دي مصر طبعا. ابو شامي خروج مروان يوضح لك انه مهاجم قوي، مروان بيرهق المدافعين مدافعي الخصم. شريف توفيق يا كابتن المجموعة الاولى والرابعة في نصف النهائي وسوف اذكرك المجموعة الرابعة في النهائي، وتريزيجيه راجل راجل راجل. محمد ابراهيم ابو شوق انا عايز اقرا والله كل التعليقات اللي جايه لنا. محمد ابراهيم ابو شوق الحضري طبعا بس ده ما يمنعش ان الناس كلها عملت اللي عليها وربنا وفقهم في النهايه. محمود عابر الف مليون مبروك لكل المصريين، وبحب امسي على الكابتن حسن شحاته والكابتن حسن المستكاوي، افضل لاعب هو طارق حامد الجندي المجهول بمشاركه مع تريزيجيه. جلال الشعراوي الحضري بس يا كابتن ايه كلمه السر سنه 86 والدقيقه 86 دي نسال فيها كابتن حسن شحاته. علي خفاجة كل اللعيبة كلهم يستاهلوا كل خير وأكيد هيكملوا برجولة ورجل المباراة رجل الفرحة كهربا. إيهاب هاني عبد الله وصلاح الحمد لله على روح اللعيبة في رغبة الفوز وفكر العقدة 31 سنة. هنرجع نتكلم